كتير ما بيكونش عندها فرصة ان هي تروح السينما او تشوف الفيلم، بس الأغنية علقت مع ناس كتير كتير قوي جدا. وحتى الأطفال. يعني انا حاسه ان الاغنيه دي كانت تنفع كمان ان هو يعني دلوقتي بقيت اسمعها في اعياد ميلاد اطفال، بقيت اسمعها دي خلي بالك دي حته من اللي انا برضو بركز عليها قوي وانا شغال، ان ببقى عايز الفت نظر الطفل. الطفل عشان هم اللي بينجحوا الحاجه. والفنانه يسرى كمان رقصت عليها، كانت مبسوطه جدا بيها. وعمرو دياب رقص عليها. انا لما شفت عمرو دياب بيرقص عليها قلت له خلاص قلت خلاص احنا قربنا احنا قربنا قريب بقى. طب نرجع لورا شويه، انت قلت كده في نص الكلام ان انت عملت مسيطره للميس. الاغنيه دي بقى خطيره وكل البنات كانت شايفه نفسها قوي في الحته دي. وبعدين لينا ما شاء الله مفيش اغنيه ما عملت لناش ليها كليب مخصماك، وانت لو كنت بتهتم. لا بس مسيطره بقى، هي الست القويه بقى. وقولي مخصماك دي اللي هي الست اللي هي تدلع. لا تدلع ايه، دي كانت قايله له انت لو كنت بتهتم، دي كانت بتعمل له كده. انت لو كان عندك لا بس بعد كده قعدت ترقص تمام، يعني الموضوع اتلم. بس في لميس الموضوع مسيطره، مش شيك مسطره واخليك تبص لورا مش عارفه ايه ايه ايه، دي واثقه من نفسها يعني. بس مفيش حاجه، هي جات لي كنت انا ساعتها كان عندي انا المكتب بتاعي كان في المهندسين، جات لي المهندسين اتقابلنا. ما رضيتش كمان تخش المكتب كمان، اتقابلنا في كافيه كمان، يعني جات لي عند المكتب وقالت لي لا تعالى نقعد في كافيه نشرب حاجه وبتاع ونقعد. رحنا وقالت لي بقى، قالت لي انا فلان الفلانيه بعمل كذا كذا كذا، انا ما اعرفهاش يعني، هي بنت جت ما اعرفهاش لسه في الاوائل. فقالت لي انا عايزه، قلت لها ماشي انا قوي يعني انا عبست ان احنا نعمل حاجه سوا وبتاع. طب عندك اي حاجه؟ قالت لي انا عندي قناه يوتيوب كده لسه عاملاها فيها 4000 سبسكرايب. قلت لها تمام شغاله يعني. قالت لي قالت لي وانا على التيك توك عندي كام حد صاحبي ممكن يساعدني ان انا ايه الاغنيه فرقه اشغل الاغنيه وبتاع. قلت لها تمام، بس احنا اهم حاجه ان احنا نعمل اغنيه حلوه، والاغنيه الحلوه كده كده بتمشي لوحدها. مشيت كلمت ايهاب وقلت له عايز اعمل حاجه، قال انا معايا لحن بعتهولي. فكتبته مسيطره. وبعدين قابلتها اتصلت بيها قالت لي بعتها لي، قلت لها لا ما ببعتش والله، كان في الوقت ده ما عنديش سياسه البعت ان انا ابعت لحد اغنيه. قلت لها لا هنتقابل. قالت لي طب ممكن تيجي لي، كانت رحت لها قابلتها في كافيه برضو وقعدنا سمعتها الغنوه، قالت لي حلوه قوي لا يا رب ده هي جات لي تاني سوري. وبعدين سمعتها الغنوه فقالت لي مش حلوه. ايه مش حلوه ازاي؟ فقلت لها بصي، لو انت سمعتها لها في استوديو ولا كانت في كافيه؟ لا سمعناها في العربيه بقى، سمعناها في العربيه يعني، وبعدين رحنا قعدنا في مكان يعني. وسمعتها ولبست الهاند فري وكده يعني. وكانت هي الاغنيه، هي الاغنيه مسيطره، ما كانش فيها تعديل او كده ولا اي حاجه. هي فقالت لي لا مش حلو. فقلت لها طيب خلاص ما فيش نصيب براحتك. فقالت لي لا اعمل لي واحده ثانيه. فقلت لها لا مش هعمل واحده ثانيه. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان مش بعمل اغنيه عشان اخد فلوس، انا عملت واحده ثانيه هبقى بعمل اغنيه عشان اخد فلوس بس. انا مش عايز اخد فلوس، انا عايز انجح. فالكلمتين يعني هزوها شويه. قالت لي يعني انت شايف دي؟ قلت لها انا مش شايف غير كده، بصي روحي ونامي، لو لقيتي الجمله بتزن في ودنك بتقول لك مسيطره وانت بتنامي كده بيكلميني على طول. روحت كلمتني، ابوس ايدك ابعتيها لي مش عارف ايه. قلت لها طب انا هعمل كده عشان خاطرك. بعتها لها اشتغلت ونجحت وفرقعت. جات لي بقى تاني، جات بقى كلمتني رحت لها بقى فاخدت عربون. حلو قوي. وبعدين خلصنا الاغنيه فغنتها فنزلت فالاغنيه مشيت. بعدين ايه ما شفتهاش تاني، ما اشتغلتوش تاني ولا كلمتك على حاجه ثانيه؟ واحنا المسيطره دي بتمشي خدت اغنيه تانية. بعدين عملت ايه حركه مش لطيفه كده، فبعدين ما بقاش في ان احنا ما بقيناش صحاب يعني. بجد دلوقتي انتوا مش صحاب يعني؟ لا لا لا، لو في شغل بعتذر عنه، ما بشتغلش معاه. اوكي احب. بص هو صريح، صريح قوي. لا وجميل ودغري ولدرجه ان هو عايزه اساله واموت واعرف ايه اللي حصل. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده، خلينا نروح لفاصل نعرف كل حاجه ونرجع تاني ونقول لكم.